ومن العلامات الصغرى للساعة ما جاء في مسند الإمام أحمد قوله عليه الصلاة والسلام قال ستكون معاد يحضرها شرار الناس. قال الألباني رحمه الله في الصحيحة شرار الناس هم الكفار يحضرون هذه المعادن لاستخراجها من بلدان المسلمين. وربما أن شرار الناس هنا يصدق على المؤمنين الذين يضعف إيمانهم فتكثر الفتن فيقتتلون على هذه المعادن.